دول ملفتين مهمين جدا، وهي عيد الشرطه المصريه، وزي ما سمعنا رسائل الشرطه في هذا اليوم، وان 50 جندي وضابط يلقوا ربهم في هذا التاريخ بالاضافه ل 90، فاذا كان مشهد عظيم يجب ان نحتفل فيه ونعتز بالشرطه المصريه الساهره على حمايه الامن الداخلي، حتى نشعر بدون امان وبدون سلم اجتماعي لا يمكن ان يحدث استقرار، وبدون استقرار لا يمكن ان تحدث تنميه مهما عملنا من الوقت. فاساس التقدم هو الاستقرار المبني على سلم اجتماعي حقيقي نستطيع ان نبني ونتحرك كلنا كمجتمع. وبالمناسبة الثانية، ذكرى ثورة 25 يناير لما لها من توجهات إيجابية أيا كان ما حدث بعد الثورة، ولكن كان هدفها إيجابي وهو إعادة هذا الوطن بحيث يستمع إلى الشعب ويستمع إلى صوت الناس وصوت احتياجاتهم. أعتقد مثل المناسبتين دول وفي حضوركم، وعندما نتكلم عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هنجد أن الموضوع في زخم كبير.